السؤال المطروح، هل يعلم الرئيس تبون ان مدير عام الامن الوطني نتاعو اللي هو عينه، انا علاش في المنشور تاعي قلت احمل المسؤوليه الكامله لرئيس الجمهوريه، لانه فريد بن الشيخ لم يكن مدير الامن الوطني قبل، لانه لو كان قبل تبون قال والله انا ورثت تبون، لو كان جاء ولقى فريد بن الشيخ مدير عام الامن الوطني قال والله العظيم انا سمحوا لي ما مانيش انا درته، لقيته قبلي وحشاوها لي تحشات لي دونك الله غرب. فريد بن الشيخ عينه الرئيس تبون على رأس الأمن الوطني. إذا في الحالة هذه بكل صراحة ووضوح وشفافية نطرح السؤال التالي، هل الرئيس تبون يعلم أن فريد بن الشيخ عنده تجارة في فرنسا وعنده سجل تجاري وعنده إقامة في فرنسا في الدوزيام اروندسمون في باريس واموره طبيعيه في فرنسا وكانه يعني فرنسي جزائري وعينه على راس الامن الوطني؟ هنا تولي كارثه، تولي كارثه، تولي جريمه اذا كان رئيس الجمهوريه على باله وخلاه وعاطيله اسرار الدوله ويحقق على الناس ويسجن في الناس ويحارب في الفساد. مدير عام الأمن الوطني يحارب الفساد ويحقق في ملفات الفاسدين الذين ينشئون شركات في فرنسا، وهو عنده شركة في فرنسا وهو مخرج دراهم لفرنسا بطريقة غير قانونية، ومانيش عارفين أصلا كيفاش خرج دراهم، مانيش عارفين أصلا كيفاش أسس الشركة، مانيش عارفين أصلا كيفاش شرى الأوتيل والمطعم والبار في فرنسا. إذا كان رئيس تبون يعلم كارثة، وبالتالي سخشيا وبكل شجاعة نعاود حساباتي. أنا مانيش مع تبون أخويا، شو نمشي مع واحد اللي مادي البلاد للحيط، مادي البلاد للواد. هسي يا محمد ورانا رايحين، رئيس الجمهورية على باله مدير العام الأمن الوطني بلي راه هو أخذ لها والديها وبيع البارتي لفرنسا، وأنا جيت تقول لي نقطع دابر فرنسا والخوانة والعملاء وشكوبي، وأنت عندك مدير العام الأمن الوطني أكبر خدام عند فرنسا ما تهبلوناش. اذا على بالك سي تبون فهمنا باش واحد يفرقص معاك السوق، قال حبس ريتي. انت على بالك بلي مدير العام الامن الوطني يجتمع معاك، يجمع معاك المجلس الاعلى للامن الوطني وتعطي له اسرار الدوله وبيع البارتي لفرنسا؟ كارثه. اذا كان ما على بالوش، واتمنى يكون ما على بالوش، واعتقد انه ما على بالوش، اعتقد والله اعلم، واتمنى من كل قلبي، اتمنى من حشاشه قلبي ان يكون تبون ما على بالوش. اذا ما على بالوش هاي مصيبه. لماذا؟ لانه مدير عام الامن الوطني خان ثقه الرئيس فيه، يعني مدير عام الامن الوطني خدع رئيس الجمهوريه وخان رئيس الجمهوريه وادلى بتصريحات كاذبه. لأنه في القانون حتى من الناحية الأخلاقية، من الناحية المهنية، من الناحية القانونية، أي مسؤول سامي في الدولة، وزير أو مدير عام الأمن الوطني أو مدير مخابرات أو مدير قائد الدرك أو هذا، هو عندما يتقلد منصب يصرح بممتلكاته داخل وخارج الوطن من الناحية الأخلاقية ومن الناحية القانونية، يصرح بالممتلكات تاعو. السؤال المطروح، هل صرح فريد بن الشيخ بممتلكاته داخل وخارج الوطن؟ هل صرح أنه يملك أسهم في شركة مقرها باريس؟ أنا نظن باللي لم يصرح، لأنه لو صرح ما يخلوش. أنا نظن باللي ما صرحش، وبالتالي تصريح كاذب، تصريح كاذب يعاقب عليه في القانون، خيانة الأمانة، أنه خان ثقة رئيس الجمهورية وبالتالي يعاقب عليه القانون. الآن مصداقية الرئيس تبون، مصداقية الدولة الجزائرية على المحك، إما أن تتضح الأمور ويخرج لنا بيان رسمي من الدولة الجزائرية، من وزارة الداخلية، من رئاسة الجمهورية، يوضح
هذه الملابسات الخطيرة التي تمس بمصداقية الدولة، تمس بهبة الدولة، أو رانا رايحين في كيل الزيت. أول قرار أرى أنه ضروري وضروري جدا هو استقالة مدير عام الأمن الوطني. هو يقدم استقالته، لا ينتظر إقالة من عند رئيس الجمهورية، هو يستقيل خلاص من باب الرجلة، من باب الفحولية، من باب المسؤولية. الطير الحر كي يتقبض ما يتخبطش. يا خويا كنت مغطي مغطي مغطي، درك مادام تفرق السوق وتكشفت، أقل شيء قدم استقالته. مدير عام الأمن الوطني مطالب بتقديم استقالته فورا. لا أقول إقالته، الرئيس يقيل وما يقيلوش هذاك أمر يخصه، لكن من الناحية الأخلاقية، من الناحية القانونية، من الناحية المهنية، وش بقالك من وجه تقابل به يا ابن الشيخ؟ وش بقالك تقابل حتى الشرطة؟ اش تهضر مع واحد تقولوا انت فاسد، تقول عباس هاي راه فاسد تهضر علي انا، تخرب لها والديها في فرنسا، داير اوتيل وبار وستورو تحت الطابلة، وجيت تحشي لي انا تقول لي فاسد. احنا البارح نحاسبوا في بوليسي ما يبكي يعطوني السكنة، قاعد درنا له درنا له الشرع وقلنا دخلوا قسموا الحبس وحاسبوه، ومن بعد كان لقانا المدير عام الامن الوطني واخذ لها والديها، ما تمسخروش بينا خلونا دينا. قاعده كيما هذه نورمال، موش الفيشي قاعده كيما هذه نورمال، راه الويسكي يخبط هنا كاع قسما بالله. لو كان ما جاش عيب قدام ربي هكذا، غير دوك ندير كوموند نقول لهم جيبوا لي صندوق تاع زنجبيل بالعسل خلطوا مع الريكار والويسكي ونخبطها على المباشر. اش مابقى الدوله؟ امين عام، مدير عام الامن الوطني اللي شاد رب الامن السكريتي تاع الدوله والفيشي ناسيونال والمخابرات الشرطه استعلامات الشرطه والدنيا نلقاوه بلي خارب الهوال ديها. واش بقى الدوله ما شنو قاعد الدولة؟ شنو قاعد الدولة؟ شنو قاعد؟ مصداقية الدولة ومصداقية الجزائر الجديدة ومصداقية تبون على المحك. مصداقية الجزائر الجديدة إذا كان المسؤول الأول على حماية الأمن القومي، المسؤول الأول عن الأمن، نجد أنه رجل غير أمين، رجل غير صادق، رجل غير واضح، رجل غير صريح مع نفسه ومع الرئيس المسؤول الأول على البلاد ومع الشعب ومع الشرطة اللي معاه. 250 ألف شرطي، ربع مليون شرطي يترأسهم واحد يصرح تصريحات كاذبة. أنا نقول الكلام هذا إذا ثبت أنه ما نقوله صحيح، لأنه قادر يقول يا ودي راه تشابه أسماء، راكم غالطين يا بن زديرة، تظلموا في السيد وتهضروا عليه وكذا كذا، بصراحة هو السيد خاطي. فريد من الشيخ يا ودي ماهوش من برج بوعريريج، وماهوش زايد في 1964، السيد راهو زايد في 58، والسيد راهو من تاجنانت، وأنتم تغلطوا على واحد يشبه له في الاسم من برج بوعريريج. في الحالة هذه أنا نقول اسمحوا لي، اسمح لي يا فريد من الشيخ، راني غلط وغلط الشعب الجزائري لانني اعطيت معلومات غير صحيحه. هسه نشوفوا هذا واش يحوس، هذا يعرفوا مليح سمير اوكي بعد نشوفوا عليه. يعني اذا كان ما نقوله غير صحيح، قال بالزيره تم صباح تتكعرر وتخرط علينا وكذا، راك تهضر علي هذا مش هو فريد بن الشيخ مدير عام الامن الوطني، وشكون يشبه له في الاسم؟ نقول له اسمح لي ودروني كنت نتمسخر وكنت نزعق ونفوتوا نص ساعه ضحك وكذا، اسمحوا لنا انا كنا غالطين. اما اذا كان بالفعل هو فريد بن الشيخ اللي زايد في 64 في برج بوعريريج، اللي مدير عام الامن الوطني، هو اللي عنده الشركه هو واخوه عادل وكذا وكذا، هنا راهي كارثه. هاو كيفاش احنا دروكا في من نديروا الثقه دروك؟ وشكون يديروا فيها ثقه دروك؟ انا تحوس تبني لي جزائر جديده مع مدير عام امن الوطني خارب الهوال ديها، واش من جزائر جديده بقات؟ واش من جزائر جديده بقات؟ وين راهي الجزائر الجديده؟ وين راهي؟ ممنوع البنان، استيراد بنان، ممنوع استيراد الفاكهه، ممنوع استيراد الشيكولا، ممنوع استيراد السكر، ممنوع استيراد القهوه، ومن بعد كي ختموها لنا اليوم قال لك ممنوع استيراد الصبابط. معناتها منا وجاي
الناس تولي تلبس الصباب تاع الجزائر، ممنوع تستورد صباط من الخارج من اي دوله، من الطلياني. معناتها هذا اللي راه عنده صباط طلياني دركا لازم له يسيرجو مليح يحطه في الخزانه للعيد الكبير والعيد الصغير. اخر قرارات وزير التجاره سير الزيك قال لك ممنوع استيراد الاحذيه ابتداء من هذا الاسبوع ولا هذا الاسبوعين، على اي اساس مش عارف. المصانع تاع الاحذيه اللي راهي في الجزائر مكدسه، في كل ولايه كاين مصنع. قال لك لازم يكفوا يلبسوا الصباب تاع الجزائر. يا رزيق ورا الصباب تاع الجزائر، يا رزيق اعطيني مصنع في الجزائر يخدم الصبابات. يا رزيق بكري كان في الجلفة عنده واحد اللوزين يخدم البليغا الصنادل هذوك اللي في العرق هذوك يفوحوا وكذا، تولي من اثنين. كان عندي انايا بكري كنت نلعب بالو واحد الباسكيت يخدموها في الجلفة تاع النيلو، وسكر لوزين سكر، حتى لوزين تاع الجلفة كان يخدم الصباب تسكر. سوني تاكس ولا سمو هذيك اللي تخدم الصبابط بكري سكرت راحت. شكون عندنا وزين تاع الصبابط يا ودي؟ خاف ربي على على لا تهضعوا فينا، على تبكونا هكذا المباشر على على. قالك صبابط نحاهم، ما كاش اللي زيد هضرنا على الصبابط لانه ممنوع منعا باتا استيراد الصبابط.